السلام عليكم يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد وهدايا جديده وحلوه ومرتبه ومفاجات جديده يا شباب من طرف اخوكم اريكو. شباب، هذا المحتوى، هذا الفيديو شباب، طبعا مثل ما انكم شايفين العنوان، احنا عملنا روم على اللايف البث المباشر. شباب، برجع برد على هذا السؤال. شباب، اللايف على الفيسبوك، راح ارجع احط لكم رابط تحت يا حلوين. طبعا شباب، ما بدنا نطول عليكم اكثر من هيك يا حلوين. بهذا المقطع شباب، هو عبارة عن روم بوكس. اوكي، عملت روم بوكس حلوة كتير، كانت فوق الفاكتوري. اوكي، والرابح كان قتل تقريبا اكثر من 10 كيل، يعني يستاهل هديته. شباب، طبعا انا على اللايف دائما بعمل هدايا وجوائز وهالاشياء الحلوه يا حلوين. انا هديت تقريبا 6 اشخاص واكثر كمان، بس ما لحقت اعرف بالتحديد الاوقات اللي هديت فيهم هالهدايا لصناديق الاسلحه الاي كي دراجون. استطعت اخذ، دورت عليهم، قدرت اخذ هذه، عفوا قدرت اخذ يعني لقطتين. اوكي، صندوقين اسلحه ايكو دراجون دايم. اول مقطع شباب هو عباره عن روم. اوكي، عباره عن روم حلو راح تعجبكم فوق الفاكتوري. اوكي، هديت الرابح هدايا صناديق اسلحه ايكو دراجون. والمقطع الثاني شباب نفس الشيء، اخترت عشوائي اشخاص من على اللايف، جبتهم لعندي على الجروب وربحوا معنا. الشخص الثاني ربح معنا ايكو دراجون. شباب، ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، بترككم مع المقطع. لا تنسون تحرموا من لايك وشير وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم يا حلوين. بنشوفكم على خير، يلا شباب. اجتني فكره احلى، نعمل روم جديدة. حابب نفوز شخص، يعني اليوم حابب افوز شخص قبل ما اروح. رح نعمل روم جديدة شباب. اوكي، رح نعمل روم جديدة وطولوا بالكم، رح نعمل روم جديدة لعيونكم. يلا ان شاء الله الروم هاي شباب اللي يربح بوكس، روم بوكس شباب. ابو الخل حبيب قلبي، شكرا شكرا لك حبيبي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. رح نعمل روم شباب جديدة، شرط نعملها بوكس. شو رايكم نعملها بوكس؟ اوكي، بوكس فوق الفاكتوري، روم بوكس شباب. اذا اشوف واحد برا الفاكتوري بدي اخرطه. اوكي، روم بوكس فوق الفاكتوري، جنوا ونطوا شباب. يلا يلا شباب، هالمرة بدنا يبدأ جلد شباب، بدنا بوكسات، بدنا الروم تخرب خربوا شباب، بدنا خراب، بدنا بوكسات، بدنا محمد علي كلاي يعني يدخل يعني وهو فوق يتفرج عليكم يقول يا سلام شو هالبوكس. اوكي، بوكسات شباب، يلا ادخلوا على الروم شباب، جنوا نطوا. يلا يا حلوين، هذا اسطورة ما بعرف. رجاوي، اعدام، حمزة، ايش شوف بدي شوف؟ نسيبك؟ نسيبك فرج فرج. لا لا لا، ما هلا ما انتبهت. ايوه مهدي صح، ما بعرف ما انتبهت. كفن. وال وال وال، كيف جابوا؟ ابن ولد عمر. وال 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 وال. في واحد عم يسبح بالبحر هلا شفته، ما بعرف مين. شوف شوف، في واحد راكب فوق، شو اسمه؟ كل هذا الراكب فوق شو اسمه؟ كثير الناس نازل تحت. شوف اخر شخص يبقى فوق الفاكتوري بضيفه وخلاص. طلع كيف؟ في جي جونس. اخر واحد يبقى فوق الفاكتوري ممنوع ينزل تحت، اخر واحد لازم يبقى فوق الفاكتوري. اخر واحد مين؟ فهمت علي كيف؟
ليش حاط الدم 50؟ هاي هي المفاجأة يا حبيبي. يا أليكو يا ظالم، إلك والله إذا أي بوكس واحد يلحق بوكس واحد خالص. بس بوكس واحد بده ينزله في أرضه، إلك شو نحن وين فكر حالك أنت؟ تضرب واحد بوكس يبقى يتفرج عليك؟ بوكس واحد تهزه في أرضه تنزله تحت. أيوه عم هذا كلش في واحد راكب فوق الحيط، في دبدوب راكب فوق الحيط، شوف الدبدوب الأزرق. انزل ولك انزل انزل دبدوب. نتف والله ما تبو شقب. ليش الدم 50؟ الدم 50 كنت مفكر 50 ومكيف بدي اهجم. الك يا اخوي شفت واحد دمه 85 بصوت مين اللي له شخصية أنطونيو؟ في شخصية تانية اللي هو شو اسمها دي كده نسيتها. يلا بحال انت يعلوش بحال حط الدم 50 مفروض شايل الشخصيات حتى بالبوكس ما تحطها. هذا هو البوكس واحد واحد. يلا انا شوف اخر شخص كفو يا اخي كفن نازل بكوس فيون محمد علي كلا يا زلمة. الروم اللي قبل ما راح تنحسب لانه كان في كثير تيم وكثير وجع راس. خلاص هي اللي يربح ينزل اخر واحد ينزل من الفاكتوري هو اللي يربح. كفوك يا اخي كفن عم بيجلد فيهم يا زلمه. باقي 3 اشخاص على فوق الفاكتوري مو هيك؟ شوف لي بوكس خالص بوكس واحد بوكس واحد اديله بالبنيان. لا والله في كمان ناس بالفاكتوري فكرت في كانت 3 اشخاص. لا والله في 4-5 اشخاص باقيين. شوف واحد فوق يا زلمه. شوف واحد شوف رقم 12 يعني طلع لفوق ينزل موت مش محسوب. بس نزل مات والله. كفن عليك لايف قلب وينه كفن؟ يا زلمه والله ما اشوف غير يجلد. كم واحد جلد كفن؟ ارضكم يا زلمه. كفن جالد 11 واحد. هاي واحد ابويا لحاله يا زلمه يا حاله. هاي لحالها ابويا عنده الله عليه كفن واحد عنده 37 متابع. انا اشهد انك كفو يا ولد كفو يا اخي كفن. قول لي شوف قول لي كفن لا تتحرك. لا 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 لا, لا مستحيل. هذا البويا خلاص انا خلص اذا انت ما فزت بويا انا اعطيك البويا من عندي. ايش الجائزة؟ هذا الربح هذا. لا ثواني 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 شوف هذاك اللي فوق كفن لا تنزل. لا لا خلاص خلاص اذا انت ما تعتبره هو اللي فاز انا راح اعتبره هو الفاز. مستحيل إيه فهمان عليك بس نشوف هذا اللي فوق يمكن يعيش. وين؟ لا لا ليش شو نزلوا فوق؟ شوف شو عم ينطوط. شوف كفن كفو عليك كفو الله كفو كفن كفو ويا عند كفن. شوفوا 13 كيلو يا زلمة خردكم كفن. مبروك كفال حبيبي ان شاء الله يطلع لك دام هيك دراجون بعد شوي. وراح كفو والله بسلاح كمان خردقوا يا الزلمه. والله كفو كفن يا اخي كفن كفو خلاص ما في كلام ما في كلام ما في كلام. كفن الربح الروم ربح الصناديق هيك دراجون ربحهم هو. ما في كلام كفو عليه والله كفو يا كفن. كفن اعمل سولو بسرعة هاي تخلص الروم نشوف مين راح يربح كمان. هدول دول الساعة ما راح يشوف بعضنا بالليل. طلع نطلع خلاص كفن ربح يا اخي كفن ربح. طلع 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 خلاص خلاص ما في مجال يا اخي. يعني اذا حطينا الروم اكثر شخص يقتل كفن ربح يعني 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 خلاص ما في مجال ما في مجال ما في مجال. وينه كفن؟ سمعنا صوتك الحلو يا كفن. ما بده يسمعنا صوته. طب ماشي يا كفن اذا عم تسمعنا عندك الاي كي دايم شي؟
بوكس واحد مش حلو. يلا حبيبي هاي احلى صندوقين، ان شاء الله يطلع لك دايم ان شاء الله، عشان تكون معنا الشخص الخامس اللي اخذ ديك دراجون دايم عن عندي. يلا ان شاء الله. يلا روح مبروك حبيبي، ان شاء الله يطلع لك دايم يا رب، ان شاء الله يطلع لك دايم. يلا جنو نوتو. قلنا ايش طلع لك؟ ايش طلع لك يا كفن؟ لا مو دايم. يلا معلش معلش حبيبي، معلش معلش معلش. المرة الجاي بالروم الجاي البوكس دايم؟ دايم؟ لا تقولها لا تقولها يا زلمة، لا تقولها. طلع لك الاكي دام ولا ايش؟ عن جد ولا معلم؟ طلع دايم. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. هلا هلا والله هي رخصة لك الأكيد أبيض دائم، هي رخصة تطلع لك الدائم. مبروك عليك حبيبي، مبروك عليك، مبروك عليك. شباب شباب يعني 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 سبحان الله سبحان الله. كم شخص صار؟ كم شخص كم شخص قال حبيب؟ كم شخص عد لي الشخص، كم شخص ربح دائم معنا؟ الله يا سلام. تعرف يا حسين كم مرة أنا هديت شخص طلع له ده إيكي دايم؟ ما راح تصدق، يمكن أكثر أكثر من أربع أشخاص يمكن، ما عدا الأسلحة حي... بس الإيكي دراجون. ها فهمت علي؟ صندوقين بس، فهمت علي كيف؟ وهديت واحد مرة إم بي 40 للخال كمان دايم. مبروك. يا كفن الناس عم يقولوا لك لازم تفتح المايك وتسوي لنا زلغوطة. لازم لازم سمعنا تعرف الزلغوط يعني، هاي اللي بيقولوا ولا لا لا ما بعرف شلون يسووا. علموا 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 تخيل زغلوطة. زغلوطة سوي زغلوطة على على الاكي الابيض الداعم. الف مبروك والله يستاهل. كفو كفن والله كفن كفو. اوكي يا حلوين هيك بيكون انتهى بسنا لليوم. كفن ما راح ما راح ما راح نسمعه هيك منتبه بسنا يا شباب. اكيد الشاب مبسوط وطاير من المسط يعني. هيك دراكون كل الناس تتمنى يجيه دايم، ناس تقطط يعني. عنا هون حسين كم صارف عليه؟ حسين وانا كم صارف عليه؟ 20 30 الف والله اقول لك يعني 10000 يمكن تقريبا 10000. هذا الشخص شباب اخوي لك هدية مني. اوكي اوكي تعال وينه هذا؟ تعال تعال هدية هدية 120 مبروك عليك. هلا حبيبي عندك ليك دراجون دايم؟ مين هذا؟ كيف حالك؟ انا بخير ان شاء الله تمام. هل لديك الاك دراجون دايم؟ ان شاء الله. شو ان شاء الله؟ ان شاء الله. شو ان شاء الله عندك يا ولا لا؟ ولا ها؟ ما عندي منه دايم. يلا روح ان شاء الله يطلع لك دايم. صندوق واحد ان شاء الله يطلع لك دايم. روح. يلا روح بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يلا طير جن ونط. روح حبيبي روح. الف مبروك عليك، الف مبروك عليك. يلا افتحوا خلينا نشوف اذا طلع لك دايم. لحظة. يلا بسم الله. لحظة. شد حالك بيهم شد حالك بيهم. اوه جاني دايم اقسم بالله دايم ولا بس. لا حول ولا قوة الا بالله. يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب شفتوا في عينكم؟ شفتوا في عينكم؟ شفتوا في عينكم يا شباب؟ شفتوا في عينكم؟ يعني شفتوا في عينكم؟ شو بدي اقول؟ ما بدي اقول شيء ثاني خلص انتهى الكلام انتهى الكلام. راح اسجل هاللقطات، كل اللقطات راح اسجلهم شباب ونحط لهم نحطها على اليوتيوب باذن الله عشان تشوفوا بعينكم شباب
كل شيء يجي من عليك وخير، كل شيء يجي من عليك وخير. ألف مبروك عليك حبيبي، ألف مبروك عليك حبيبي، والله كتير بسط لك. يمكن صار الشخص السادس شباب، الشخص السادس اللي جاي ايكي دراغون داين، الشخص السادس تقريبا. اوكي، وما عدا الاسلحة التانيين، الاسلحة التانيين ام بي 40 والاشياء تقلو قلو داين، فقط صندوق صندوقين فيه بركات. اليكو عنده بركات شباب، صلوا على النبي شباب. ألف مبروك، ألف مبروك حبيبي، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك. يا أخوان هيك بيكون انتهى لايفنا لليوم. أوكي، ألف مبروك للحلوين شباب، بركات بركات، صلوا على النبي شباب. إن شاء الله شباب راح نكمل مع هالسلسلة الهدايا صناديق الأسلحة. أوكي، نشوفكم على خير يا حلوين. شكرا جميلا لكل من تابعنا، شكرا جزيلا لكم، ونشوفكم بس قريبا جديد، والسلام عليكم.